كنت برا وتعلمت الفلاحه، تعلمت هادشي ديال لي بلونت، كيفاش نتعامل معاهم، كيفاش نخدم، كيفاش. ومن بعد جيت لهنايا وعندنا القطعه الارضيه وبديت فيها، دابا لمده 11 عام، وانا قاعد وانا غادي في هذا الميدان هذا. وميدان زوين والناس تيتعطاو ليه بزاف، تيبغاو يزيدوا من الاغراس، والناس تتعشق هادشي ديال لي بلونت هنا في المغرب. عندنا جميع الانواع، تنتعاملوا باليزير مثلا، في الورقه، في ليون، هادشي ديال النوار، كاين باسيونس، كاين بيغونيا، كاين كارانكويت، كاين لي طاميس، كاين الانواع بزاف في اشكال وانواع، وفيهم اشجار ديال اللي فروي. طلب كثير، هو هادشي ديال النوار، اكثريه تيديروا النوار، وتيديروا حتى الزراعه ديال الخروب، تيديروا الحامض، تيديروا الليمون، على حسب الناس تيديروا خدمات منزليه، مثلا في الدار تيبغي يدير حامضه في الدار، ولا تيبغي يديرها فوق السطح ديالو باش يتمتع بداك الهواء ديالها ديال الاكسجين، وتيحيد حتى من لا ستريس، تعطي واحد الفالور زوين. كيدير الاقبال مزيان بينو بين، الحمد لله الناس تعاطى لهادشي الحمد لله مؤخرا، لان هادشي هو اللي عندنا زوين في المغرب. وهو اثمنه مختلفه، كاين 5 دراهم، 3 دراهم، 10 دراهم، 15 درهم، 25 درهم، ما محدودش حتى ل 500 درهم، كل حاجه والثمن ديالها، لان انا تنخدم بجميع الاغراس. تنعولوا الله هو الاول الشتاء، ولا ما صباش الشتاء ما غاديش يكون عندنا الماء هنا، ضروري الشتاء هي المهمة. نطلبوا الله يرحمنا بها وينزل المطر علينا ان شاء الله. كل الناس مختلفة، حجر رطب، كل واش باغي، كاين اللي تيبغي الكاتكيس، كاين اللي تيبغي فلاحة هادشي ديال الليمون، كاين اللي تيبغي الزراعة ديال الخضار، كاين اللي تيبغي ديكوراسيون، لأن كل عنده واحد الحاجه بغى يعوضها، بغى يعوض قهوه، بغى يعوض دار، بغى يعوض فلاحه، بغى هذاك الشيء مختلف. الزيتون كاين، الحواميد، كاين العود الاحمر، جميع اللي فرويه، خوخ، مشماش، لافوكا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.